يقول زوجتي حلمت بحلم مزعج إني ذبحت شخص بعد أن تضربت معه، فهل يجوز لي تفسير هذه الرؤية؟ يا إخواني، الحلوم المزعجة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها من الشيطان ونهانا أن نفسرها، وأرشدنا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا رأى ما يزعجه في النوم أول شيء ينقلب على جنبه الثاني، ثاني شيء يتفل 3 مرات على يساره مع كل تفلة تعويذة من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثالثا يتعوذ بالله من شر هذا الحلم، اللهم إني أعوذ بك من شر هذا الحلم، اللهم إني أعوذ بك من شر هذا الحلم، اللهم إني أعوذ بك من شر هذا الحلم 3 مرات. رابعا يكتمه، لا يقصه، لا يقوله لأحد أبدا، لأنه إذا قص على أحد عبر وقع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا على جناح طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت، فهذه يسجد لا يعبرها أبدا. وإن كانت مزعجة شديدة يقوم كما ورد في الحديث الصحيح، يقوم فيتوضأ ويصلي ركعتين ويستعيذ بالله أيضا من شرها، وهذا إن شاء الله كفيل بأنها لا تضره. كان أحد الصحابة أبو قتادة يرى الرؤيا فتزعجه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأرشده إلى هذا. ثم إن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كان يرى الرؤيا فتزعجه، فجاء فسأل أبا قتادة فقال وأنا كنت كذا، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأرشدني إلى ما قلت لكم، أن قلب على جنبه الآخر، أن يتعوذ بالله من الشيطان 3 مرات، أن يتعوذ بالله من شر هذه الرؤيا 3 مرات، وأن يسجد لا يقصها على أحد. نعم.